ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ رجعت لكم بفيديو جديد. لو لسه اول مره بتشوفوا القناه بتاعتي، انزلوا حالا اشتركوا فيها، واهم حاجه تفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ميرا مرون بتقدمه. فيديو بتاع النهارده بقى مشتريات كده، مشترياتي العاديه اللي هي اليوميه اللي انا بحتاجها، فبحب برضو ان انا اشاركها معاكم. وفيهم حاجات هشيلهم لجهازي، فانا بحب اول ما بجيب حاجه قوم جاية مشاركاها معاكم على طول. بس قبل ما ابدأ الفيديو، ما تنسيش اهم حاجة تشتركي في قناتي عشان قناتي تكبر بيكم ونكبر عيلة مير مرون. ومستنية كومنتاتكم العسل عشان تبقوا معايا في احلى 3 كومنتات الفيديو الجاي. يلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة جبتها، يعني ده البيت ما يقدرش يستغنى عنه، مضاد حيوي جراماسين. ده تحفة بنات، وسعره رخيص ب6.5 جنيه تقريبا. ده لو عندك حباية تحطيها على موضع الحباية، عندك كدمة، عندك تعويرة، عندك حرق، بيفيد في كل حاجة. وسعره 6.5 جنيه يعني، وحجمه من جوه كويس، يعني هو هيقعد معاكي على الأقل 3 4 أيام. ده شكله اهو، يعني انتي بتحطي كمية على قد الجرح بتاعك. فده طبعا بيتنا احنا، بتكلم على بيتنا احنا، ما يقدرش يستغنى عنه يعني في حياته كلها. وكمان بيرطب الرجل، التشققات الرجل. فبصراحة يعني حاجة كده رخيصة في نفس الوقت تحفة، واحنا كعائلة ميرا يعني ما نقدرش نستغنى عنه. ده حاجة كده زي الفاكهة في البيت. تاني حاجة بقى جبتها، وده برضو ما اقدرش استغنى عنه في البيت، هو البانسينول. على فكرة البانسينول انا فكاه من الكرتونة بتاعته، هو 30 جرام. ده شكل جديد للبانسينول، ده تقريبا تجميلي يعني لترطيب الجلد اكتر غير التاني الطبي. هو مكتوب عليه كريم مرطب ساعد على التئام الجلد، طريقة الاستخدام دهان مرتين يومين، يعني مثلا ترطبي بشرتك بيه صبح وليل زي ما بنعمل مع اي مرطب تاني. تمام، ده شكله. كان سعره 10 جنيه بالظبط، سعره رخيص جدا بالنسبة للمرطب. ده ينفع البنات اللي بشرتهم مختلطة ولا بشرتهم دهنية، لانه كويس جدا. زي ما قلتلكوا قبل كده، طلعت اتكلمت عنه ان هو كمان مفيد للهالات و للترطيب بقى الاماكن الغامقه اللي في الوش، وينفع كمان ترطبي بيه الاماكن الحساسه اللي هي زي البيكيني والاندر ارم. فده كده حاجه من احتياجاتنا اللي كل ما بتخلص طبعا بنجيبها، وهفضل اجيبه. طبعا معجون الاسنان طبعا لازم يخلص في كل بيت، فانا خلاص ان عندي اللي هو سنسوداين. سنسوداين انا فضلت قاعدة عليه تقريبا 6 7 شهور، اللي هو سنسوداين العادي. طبعا اللي هو العادي ده اسمه ايه، سيجنال. ده كان طول حياتي بستخدمه، بعد كده بدأت استخدم سنسوداين. بعد كده جبت سنسوداين الاسنان الحساسة وما عجبنيش، وقلت لكم لازم اغيره اول ما يخلص على طول. فجبنا كلوز اب القرنفل وكلوز اب بالنعناع، طبعا هجربه اول ما يخلص هقول لكم الريفيو بتاعي عنه، حلو مش حلو. انا اسناني حساسه مش بينفع معاها اي معجون، في بنات كتير قوي برضو كده زيي، فانا هجرب لهم يعني. وانا يعني صعب جدا ان انا اقتنع باي معجون اسنان، فما نشوف بقى يا رب يعجبني اي حاجه فيهم. انا هجرب الاثنين كده، ولما يخلصوا ابقى اعمل لكم ريفيو كامل عنهم. انا هخلص الحاجات زي ما بعمل لكم فيديوهات منتجات خلصتها، هجمع اكبر كميه وبعد كده اتكلم معاكم عن المنتجات دي. استنوا بقى فيديوهات منتجات خلصتها. نسيت اقول لكم ان المعجون انا مش فاكره سعره، وكمان مكتوب ان هو بيقعد 12 ساعه. تمام، تعالوا بقى. ده ستيكر جايباه، انا حاطاه، دي مش الكيسه بتاعته، انا حاطاه في كيسه كده وبجمع كذا حاجه بحطهم مع بعض. هتشوفوا دلوقتي انا هعمل ايه. ده ستيكر جبته، قلت كان معايا على فكره تلوين كده، يعني حاجة كده اللي هي الأطفال بتلون، أنا اديتها لأختي وخدت الستيكر ده، قلت أحطه على دولاب المطبخ، أحطه على الحيطة اللي جنب سرير الأطفال. هو الستيكر اللي هو الناشف مش اللي بيتقشر ده، فمثلا أحطه جنب الحيطة كده جنب السرير ما بين السريرين، هيبقى شكله لطيف قوي. وكمان فيه حيوانات وكده، ودي شبه مامة الطرزان، فالدنيا تبقى معايا حلوة قوي يعني. وده باندا وزرافة، بس الزرافة شكلها كيوت، والجمل والفيل. انا بحب اصلا الحيوانات جدا، يعني من الناس اللي بتحب الحيوانات قوي. في بطريقين هم، وده مش عارفة ده ايه، وده سيد قشطة. لا بجد بحب الحاجات دي جدا جدا جدا، فحبيته قوي. وبحب الحاجات التافهة دي جدا. بصوا بقى الكيسة دي اهي، دي كده بستغلها في حاجات كتير، لما بلاقيها موجودة في اي حاجة بطلعها منها وبحط فيها حاجات تانية. استنى هوريك احط فيها ايه. اشتريت التوكة دي، استنى اطلعها لكم من كيستها.
بصوا انا حاليا زي ما عرفتكم ان انا بشتري توك على طول. بصوا التوكه شكلها ايه، توكه سودة عاديه خالص فيونكه، بس هي شكلها غريب اللي هو تتنيها كده فتثبت كده كأن جواها حديد. ده انا بعمل زعرورات على طول، هي دي الحصان يعني، فبحتاج التوك دي كتير في البيت، فانا بحاول كل ما يبقى معايا حتى 2 جنيه 3 جنيه اجيب توكه شكل دي. انا جبتها ساده خالص عشان ساعات ببقى لابسه ترنجات كده وعايزه حاجه ساده، فاهو طبعا عايزه تنضف من الغبار اللي عليها. انا هظبطها قبل ما اشيلها خالص. تمام، ده كده كان شكلها. كل ما يبقى معاكي 2 3 جنيه زي ما عرفتكم في الفيديو اللي انا عملته عن الجهاز، انزلي هاتي حاجه وهيعدوا عليك، ولما تيجي تفتحي جهازك هتكتشفي ان انت عندك يعني مئات من التوك، مئات من الحاجات يعني. تمام، بصوا بقى هوريكوا حاجه بس ما تضحكوش عليا. شايفين ده البالون؟ ده بالون على شكل رجل زرقاء، ماما بتقولي ان هو للحسد يعني، حطيه قدام باب الشقه للحسد. شايفين اهو، شايفين هو رجل كده كبيره، حجمه حلو على فكره اهو. تعالوا كده اكبر بس الدنيا هنا عندي اهو، ده شكله تمام. فماما بتقولي حطيه على باب الشقه زي ما قلت لكم، او مثلا حطيه على باب اوضه النوم كده يعني. انا ممكن اعمل حاجه زي كده وللحسد بقى وكده، وهديكوا بالرجل يعني، معناه هرفسكوا برجلي. اللي يتكلم هيترفس بالرجل، بس انا بقول ان في الاسبوع يوم الاسبوع بتاعي هحطه قدام باب الشقه فعلا للي داخل يشوفه، اللي هو بقى ايه يعني، ايه ده محدش يتكلم خالص. بس كده انا حاطاه في كيسه صغيره هوريكوا دلوقتي. ده على فكره بيت بيت بيتنفخ بالشفاط زي ما انتم عارفين طبعا يعني. طبعا القطن ده لسه جايباه حالا وفتحته وخدت منه اول حته عشان اجربه، انا مجرباه كذا مره وبصراحه القطن ده جميل، اللي هو قطن ثواني كده، قطن طبي موس، مكتوب عليه قطن طبي موس وعليه اللي هو الكليوباترا دي تقريبا نفس الموضوع كده. ده مده صلاحيته بنات 5 سنين، عايزه اوريه لكم. كانت مكتوبة انا مش عارفة لقيتها فين قبل كده. المهم يعني ان مدة صلاحية اي قطن 5 سنين. تمام، فدي طبعا من الحاجات اللي انا بحتاجها يوميا في البيت ومقدرش ابدا 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 استغنى عنها تحت اي ظرف من الظروف. تعالوا بقى نشوف اخر حاجة معانا في الفيديو. الحاجات دي لسه جايباها بس فتحتهم عشان اجربهم برضو. انا شكلي كده، شكلي كده هشيل دي، شكلي كده يعني. عايزه اعرف هي ليها مده صلاحيه المناديل ولا لا؟ تعالي نشوف مع بعض، نكتشف كده مع بعض. انتاج لا تعالي نقرب. عماله ادور بالراحه، لا اعتقد ان المناديل ملهاش اكسباير. نو 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 نو، يبقى شيل، هشيلها عشان هي بالفراولة. انا بحب قوي المناديل. بصوا بنات انا عندي كده مشكلة مع المناديل، ان انا بستخدم تقريبا في اليوم ممكن اخلص دي كلها في اليوم، تلاقيني وانا رايحة جاية كده شد منديل، امسح ايدي امسح رجلي امسح وشي اخترع بيه حاجة. المناديل بالنسبة لي حياة، فانا عايزة اجمع اكبر عدد من المناديل في جوازي، عايزة اجيب اكتر من 100 باكيتة يعني. ده كده واحد تمام، لو شلت دي كده رقم واحد. عايزه بقى 99 باكيتة مناديل، محدش يقول لي ليه. انا بستخدمهم بطريقه عبيطه، بستخدمهم بطريقه متخلفه، فبموت فيهم في البيت، مقدرش ابدا 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 استغنى عنهم خالص. فمية عدد قليل جدا بالنسبه لي برضو، ممكن اصلا اول 50 اخلصهم في اول شهر من الجواز انا كده. فممكن اجيب 100، احسب كده دي رقم واحد وابدا اكمل يعني المية. تمام كده، اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم. ما تنسوش اهم حاجه لايك للفيديو واشتراك للقناه لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي، وتابعيني عشان تكبري لي قناه ميرا مرو، نبقى عيله كبيره جدا جدا جدا. وبحبكم جدا، وعايزين فيديوهات عن ايه؟ اللي عايزه فيديو عن اي حاجه تكتب لي تحت في الكومنتس، وانا اكيد طبعا هعمل لكم الفيديوهات اللي انتوا عايزينها واللي انتوا بتطلبوها. بحاول على قد ما اقدر ان انا انفذ لكم اللي انتوا عايزينه والله، وارضيكم كلكم، بس طبعا مش هعرف ارضي كل الناس ولا كمان هعرف ارضي نفسي، فيعني نزق مع بعضينا كده.
ونشوف بقى احنا هنعمل ايه بالترتيب. سوري طبعا على صوت الكلب، انا لازم اقفل عشان هي موجة دلوقتي من الهوهوة، هتبتدي موجة عميقة من الهوهوة يعني.